صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في حينا أرى إمام المسجد دائما إذا مات أحد ذهب ومعه مجموعة من الشباب إلى منزل المتوفى، مع أنهم يصلون معنا في المسجد ويمكن تعزيتهم في المسجد، فهل هذا الفعل له به سلف؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من باب جبر خواطرهم، ولو لم تذهبوا ربما والناس يذهبون لهم يكون هذا في أنفسهم، فلا مانع من ذلك.